أما هذه المسألة فهي مسألة تاريخية لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالاجتهاد ولا علاقة لها بالتقليد في هذا المجال، هي مسألة تاريخية كبقية المسائل التاريخية. ولم نكن أول الناس الذين أثاروا هذا الموضوع، فنحن نقرأ أن الشيخ المفيد رحمه الله لم يؤكد ذلك في كتبه، وهكذا نجد أن من علمائنا المتأخرين السيد محسن الأمين والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد هاشم معروف وكثير من العلماء الذين لم يؤكدوا هذه الحادثة. ونحن عندما درسنا هذه المسألة على مستوى الوثاقة في الرواية وعلى مستوى المضمون الرواية، رأينا أن هناك قلقا كأنه فيما ينقله المؤرخون، ولذلك كان موقفنا أننا نشكك في الموضوع، لم ننفي ذلك ولم نثبت ذلك، وإنما قلنا أننا نتحفظ حول هذا الموضوع. وعلى كل حال فالمسألة ليست من المسائل المرتبطة بالعقيدة أو المرتبطة بالشريعة أو المرتبطة بأي موقع يمكن أن يتحرك سلبا بالنسبة إلى الذي يرى رأيا سلبيا في هذا الموضوع.